نعمل الفيلم للجمهور، فاهم؟ لما اول ما سمعت انا معلومه ان هم عملوا كرسيين يبقوا فاضيين والكرسي الثالث مليان وبعد كده كرسي، يعني القاعه يبقى فيها تقريبا 10% من الجمهور، حسيت ان طب ما الاسهل اروح لهم البيت، يعني اروح لناس اكتر، فاهم؟ احنا في الاخر شغالين للجمهور. فحسيت ان فتره الكورونا كانت هي فتره الدراما، فتره المنصات، حتى كانت فرصة حلوة لبعض المنصات انها تشتغل اكتر، ان السينما معمولة عشان احتضان الناس، وحضرتك ادرى واحدة بالقصة دي بيننا كلنا، يعني السينما اتعملت بهذه الامكانيات. طبعا بشكر بوكس جدا على يعني التقنيات، ولسه من 3 ايام كنت شايف انترفيو للاستاذ محمود المليجي وهو بيتكلم عن يعني عن ان كان مشكلته الوحيده ان كانت السينمات في مصر ما كانش فيها التقنيات، يعني بيقول انا حلم حياه الجمهور يبقى قاعد بيتفرج مبسوط، انما الكراسي بتقعد ممكن تقع، يعني حاجه فيديو كده ضحكني جدا وبسطني ان احنا في هذا الجيل. فوكس طبعا بتطور، ولكن حتى سينماتنا المصريه الحمد لله متفوقه جدا وتقنياتها عاليه، فوكس بتحاول تخلق منافسة أعلى، ففي الآخر كله بيصب لمصلحة الجمهور العظيم.